سؤال أضج هنا نسويجينه وايا مر سؤال أضج هنا نسويجينه أو أي تهاي محاكي أنا يدلك نقول دكانو كينيا إنه تاجين هاي ماشي وتاجين محاكي أنا شليته إن مدحينه إن اللوجي يري دلك جيبوتي أصغى إيه دمان مدحين ياشيا جيس كافريكا ودلك ولا عليه أنا وشرفت لو جيبوتي أي صوت بندقان إن أي billions of dollars أي جليان وحل إرادة فريزون ويربين إني تسان مدحوين ياشي أفريكا وبولك قام أقول ري مدحوين إنه وكجري مدحوين السودان وكجري الوزارة يتوبي وكجري محاكي أنا أي إن دلالك الدرس كينا أي علم دوفينا يان ما أحب بضيحه أنا إذا تقول أنت وحبران الدنيا دول دو فينا يعني. معك أنا أرضي والبا إيزو صاران إنو كوة نك كوالة تبضية شقالها أي هيستان إنو كوة ندامان نقاله هو ذو أي كون جبارمان أما كبلا أي جبارمان إيضو حولها أي هيستان أنك كوة أن هيستان أي كيريهين معك أنا إن غفو المو دولة ده درسك مركو ديارة راعو الدولة ده تقايو لولا دقمو سي إذن كيدين كدوان وذين كسيدة ليدنا دقمو أنا كسيدة نولا دقمو يكدوان تاكو وكان محاكي أنا إن اللي يرد أنه يدوما راعان يبدا كدعان أما أنك صد الله نجالش إن لقصو حليو كو يدونا آن إميل آدل انتو ده بضن إيجوغان وسؤالها سؤالها للربين ليس ويدي حالب دعان إذين شيء قاية واتربطان إنا تسوي ديسان هداد ربطان كوي مستقبل كدل كان حكومي لها إنا تسوي ديسان وي ما ودلك قديسة محاكي أناي إنا عند حاد كان هاي مستقبل كومة بصوماليا محاكي انا ان انت نبضا ان قف عادية نغنو قف عادية من نغن كرتين قف عادية وحان نغن كرا قف دلكي سهر ومري قف عادية وحي تاي قف صبح السوكة على سوشة قيس تسلح ذا يا سوها اللينا يصدلك انت سكالها ذا قف عادية نغن محاكي انا ان اقبلنو إنا مفيرسنا إن عرورتنا مهويين كنا ما بين جدت كمرك لغو اللايو كليا أمير هذا عاو غف با لغو الدلي ودد مكة المكرمة مكاران قف معها هو يسو مالي يدو أفر عرورة لا يالدري ويل جامعة تسو بحاي ولا باتنا مصدنا ما أفرتن سنة دون ولا لا هاي دل كان لسي لا يالدري ساميه سو مالي أبو هرين لا عرك التقل لا يالدري دختر كي مستقبل كي صومالي او ناكسان الله ايا لدري محان سيدا سؤلي وين محانو اقبلنا مركان وجيدنا دول النمدين ودريق الصحة هيد كسو عطو قلير انا يكل حيسو محانو اقبلنا اذن تينا تهين قلدي الله استعمالي لها انا اللي حيسو اذنكو انت هذا هان لهيدين ملكي لياشي قرنك ما لين بوحا لإذين كينا شيء لغا حدلو شيء ياساد وحكو درستان وحاد قيب كان نقطتين لغن كفرد كدررك او عنهين لغن كشقير وحاد قيب كتين لغن كي لصور دافي او للربعين لبدل لولد نمدو وعيتاي وحنا تصبن بكتان إنا كنا بيسان يودن لماذا وعيتاي سؤالها هذا دقون سويدين إنه إنا كجوابتان يودن لماذا وعيتاي قدومي قعيان تسيدو وشيغي وحنا لقصي إذن كال إذن لصي أنا إيقا إيستاق إيا قديجة وانكسع عنا قديل لقو عيارا يو إذن كال إذن كال عيارا يا هذي هجاجان إذن في إذن هجاجايا. حدث كدول النبغة مرة.
haddii aad ka shaqaynaysaan waa laydin tilmaamaya, waa fududeen. Kow, waxay tahay in cidda milkiilayaasha dalka ka ah codkooda taladooda ay noqoto mid lagu khasban yahay in la dhegaysto. Si loo dhegaysto waa in milkiilayaashi ay fahmaan marka hore inay milkiilayaal yihiin, markay fahmaan kadibna sida ay lahaanshaha uga dhabayn lahaayeen inay fahmaan. Macnaheedu waxay tahay waa inaad u abaabulantihiin si qarannimo ah, waa inaad u abaabulantihiin si mustaqbalka ku salaysan, waa inaad u abaabulantihiin si aad madaxweyne farmaajo u dhihi kartaan dariiqa dalka aad ku hogaaminayso waa khalada bidix u leexi. Waa inaad abaabulantihiin qaab aad wasiirada dowladda ku jira aad ula xisaabtami kartaan. Si halkaas la soo gaaro, marka waxaan idinku caawinaynaa inaan waddankan u bedelno in qabiilka looga guuro asxaab siyaasadeed, in xisbiye la sameeyo, in sharci doorasho la sameeyo oo codka idinku aad dhiibataan. Waxaan ka shaqaynaynaa in awooddii gacanta xoogaa yar ay ku haysatay idinka laydin soo celiyo. Laakiin waa xanuun ogaada kuwa hadda talada gacanta ku haysta ma yeelayaan idinka inay idin siiyaan. Miyaa u malaynaysaan in macno daro laydinkuu keenayo? Maya, waa inaad hurdada ka kacdaan oo aad dowladnimo isu abaabushaan. Muxuu idinkaga dhintay Allaha u naxariista wiilka dhallinyarada ee degmada Wardhigle u qiimeynayay dadka masaakiimiinta afurka? Haddii aadan qiimeynaynina noloshiinna, maxaad dhallinyaro ka tihiin? Haddii wiilasha dhallinyarada Soomaaliyeed oo maalinba la dilaayo iyagoo dowladnimo u adeegaya aad ka soo qaadaan qof dhintay, aadan ula xisaabtamaynina haliyey idinka baxay. Sidee baad rabtaan inaad dalka idinku gacanta ugu dhigtaan? Waa in qabiilka lagu bedelaa asxaab siyaasada, waa in codadka ay bixiyaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan, waa in dalkoo dhan laga codeeyaa, waa in dowlad ay xakunto shacabka Soomaaliyeed la keenaa, waa in madaxda mustaqbalku ay ku yimaadaan mustaqbalka rabitaanka shacabka Soomaaliyeed, waa in idinku awoodda aad yeelataan si aad u yeelataanna inta laga shaqaynayo shaqooyinkaas oo jidkeeda lagu jiro waa inaad hurdada ka toostaan. Adduunyadu waxay noola dhaqantaa sidii hore si ka duwan. Meel walbo aan tagno waa nala ciseeyaa, waxaa naloo ciseeyaa inaanan ahayn dowlad wax loo yeeriyo. Nalooma sheego go'aanka ummadda Soomaaliyeed aan u gaarayna annagaa go'aansana go'aankaan ummadda Soomaaliyeed u gaarayna. Isgoyska aan marayno marka waxaan rabaa dhallinyaroo inaan caawa mar kale idinkugu soo celiyo. Ma laga shaqayn karo haddii indhihiinna xiran yihiin? Ma laga shaqayn karo haddaad tihiin wiilal iyo gabdho caadi ah? Ma laga shaqayn karo haddii aad tihiin wiilal iyo gabdho dhexdhexaadka ah mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed? Ma laga shaqayn karo haddaad tihiin kuwo qolo dangaara leh ay Facebook-ga ka hagtaan? Ma laga shaqayn karo haddii aad leedihiin aragti kooban oo aadan lahaynin aragti fog? Ma laga shaqayn karaa haddaadan fahminina 30 sanaa nagu filan inaanay qabyaaladii wax tarayn? Ma laga shaqayn karo haddii aad